يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما دور الدعاة والمصلحين في إنكار الاختلاط بمعارض الكتب ومهرجان الجنادرية وغيره؟ كيف ينكرون إنكارا شرعيا؟ إذا كان وكل إليهم الإنكار يجب عليهم ذلك، إذا لم يوكل إليهم فعليهم أن يكتبوا المشاهدات التي يرونها والمنكرات التي يرونها ويرفعون بها إلى ولاة الأمور والمسؤولين عن هذا الملتقى، يعالج الأمور. نعم.